عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا يا جماعه النهارده هنتكلم عن حلقه مهمه جدا لكل محبي تربيه الكلاب. كلامنا النهارده عن، كان في حد كاتب لنا على اليوتيوب بيقول يا كابتن لو انا جبت كلب وشهادات التطعيمات اللي احنا بناخدها مع الكلاب واحنا بنشتريها ممكن تكون مضروبه، الحاجات دي كلها نعرف ازاي ان شهاده التطعيمات دي مضروبه والكلام ده كله. اتكلمت قبل كده في حلقه ونصحت كل الناس اللي مربيه سكاي اقعد اقعد شاط. اتكلمت قبل كده في حلقه ونصحت كل الناس اللي كانت موجوده معانا وقلت يا جماعه لو انت شاري كلب صغير تمام واخد معاه شهاده تطعيمات نطلع بيها على دكتور ونلزم صاحب الكلب اللي انا شاريه منه ده بشهاده التطعيمات دي تمام، يا اما ان انا نعدي بعد ما نشتريه شهر او شهرين ونعيد تطعيم، دي ما فيهاش مشكله طالما كلب صحته كويسه نعيد تطعيم تاني. طيب اتكلمنا في حاجه كمان، قلنا لو انت شاري كلب كبير عمر 6 7 شهور ولسه متطعم ومعاك شهاده تطعيمات عدي 10 ايام وعيد تطعيم ما يزعلش. امر 200 جنيه لما نكون شاري كلب ب 2000 جنيه سكاي، تعال تعال سكاي تعال، لما نكون شاري كلب ب 2000 جنيه او ب 3000 جنيه او ب 4000 جنيه مش هنستخسر اكيد تطعيم ب 200 جنيه. ناس كتير عانت في الفترة اللي فاتت وتعبت جدا بسبب البارفو وبسبب الحاجات دي كلها. ما هو انت ما تبقى صارف ومش راضي تكلف، يعني مش عشان بربع جنيه ملح تبوظ طبخة كاملة. فانت طالما اشتريت سيبك من شهادة التطعيمات اللي في ده خالص، كبر دماغك من ناحيتها، اشتري الكلب بتاعك اطلع بيه على دكتور تابع معاه متابعة كويسة، دكتور تكون انت واثق فيه تمام. ابدأ ان انت تطعم كلبك، اهتم بمواعيد تطعيماته، اهتم بالحاجات دي كلها لحد ما تعدي من مراحل الخطر. يعني كلبك يفضل معاك لمده شهرين ولا حاجه خلاص كده الحمد لله تمام وخطه تطعيماته كامله والحاجات دي كلها. فسيبك من شهاده التطعيمات اللي انت بتاخدها خالص تمام، لما يكون بقى حد انت واثق فيه، شفته طعمهم في فيديو، شفته طعم الكلب بتاعك في فيديو زي ما احنا ساعات بنعمل بنصور كلابنا واحنا بنطعمهم في الفيديوهات تمام، الحاجات دي كلها. فانت شفت حد طعم كلبك خلاص يبقى انا كده الراجل ده مطعم والراجل ده انا واثق فيه وراجل كلمته واحده وتمام التمام. لكن حد انا شاري منه وما نعرفوش ومش واثق فيه، يبقى خد كلبك واطلع بيه على دكتور كويس سواء كلب صغير او كلب كبير وطعم كلبك. يعني لو انت شاري عمر 45 يوم وقال لك انا مطعمه خلاص ما تطعمهوش تمام، نصبر 10 15 يوم ونروح ندي تطعيم او جرعه منشطه، دي مش هتزعلني في حاجه يعني طالما الكلب صحته كويس. فامر 150 200 جنيه صدقني مش هيزعلوك لما تكون شاري جاره ب 1000 ولا ب 2000 ولا ب 3 ولا ب 4 ولا ب 10 كمان، مش هيزعلك في حاجه. بالنسبه بقى للكلب الكبير، الكلب الكبير اللي بالشكل ده كده، انا اشتريت كلب النهارده بالشكل ده كده ولنفترض مثلا تمام. طبعا ما نجيش نشتري كلب بمستوى عالي وبمستوى كويس وتقول لي انا ما طعمتوش لان انا معايا شهاده التطعيمات بتاعته. لا يا حبيب قلبي، اركن شهاده التطعيمات دي على جنب وروح لدكتور كويس انت تثق فيه، قول له انا عايز نطعم الكلب بتاعي وعايز نتابع معاك العلاجات بتاعته او نتابع معاك الحاله الصحيه بتاعته. طبعا دي بتكون حاجه كويسه وبتكون انت كده بالطريقه دي اطمنت على الكلب اللي عندك بدون ما تهتم بشهاده التطعيمات اللي انت شاريه بيها، بدون ما تهتم بالحاجات دي كلها. واوعى تنسى ان في كلمه بنقولها دايما، الوقايه خير من العلاج. فلازم تكون مهتم بالحاله الصحيه بتاعت كلبك وتعرف كلبك واخد ايه واخر حاجه خدها ايه واللي قبل كده خدوا ايه والحاجات دي كلها علشان تكون متابع مع كلبك اول باول. يا رب تكونوا استفدتوا كده من الحلقه دي يا جماعه، وما تشغلش بالك بشهاده التطعيمات انت واخدها مع الكلب، ابدا انت دور على كلبك لان انت اللي دافع مش اللي مديك شهاده التطعيمات هو اللي دافع لك، انت اللي دافع الفلوس، دور على الكلب عشان فلوسك ما تروحش عليك. تحياتي لكم جميعا واحلى مسا عليكم والسلام عليكم.